وحياه عينك وحياه عينك، ماني حاله عم بقصها لجيبك لعندي وعيشك عيشه غير شكل. شلون يعني؟ شو شلون يعني؟ بدي ظبط القصه، بدي خليهم يخبروكي لسلفي قيوب. وانت شو بدك بهالقصه؟ يه شلون شو بدي بهالقصه؟ بعدين في وحدة بيصح لها تتجوز ابن زعيم الحارة وبتقول لا؟ في حدا بيرفس النعمة والجاه والعز؟ ايه بس انا ما بدي اتزوج، ما بدي. خرسي ولي، بعدين انت مو فوضتيني امرك؟ خلاص ما عليكي، ارتاحي. هبلة وراح تضلي هبلة، طبي الباب. خير؟ ليش واقف عند باب البيت؟ ما في شيء، بس يعني أنا من لما لوحتك هديك المرة وأنا حابب دس نبضك إذا بتقبلي فيه بالحلال ولا لا. أيوة والله أنت على سلامتك. الله يسر قلبك، الله يسر قلبك مثل ما سريتي لي قلبي. وأنا بإذن الله بس هيك زبط أموري شوي يعني وأخلص من قصة الدكان بعد ضربة عكاش رح يصير كل شيء حسب الأصول. صحيح تضرر محلك كتير؟ اللي بيجي من الله يا محلا. الله يفرج. والله كانوا طيبين الأكلات هذيك المرة، الله يسلم إيديكي. حبيتهم؟ هدول شغل إيدي. يسلم إيديك على الفرشات، صايرين مدري شنعة. أنتي عن جد عم تحكي؟ يلا نطير بالك على حالك. يا رب.